إلى ذلك أكد معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أن مملكة البحرين بقيادة جلالة العاهل المفدى حفظه الله تحرص كل الحرص على رعاية بيوت الله تعالى وعمارتها ودعمها إيمانا بمحورية دور المسجد في حياة المسلم وتعزيزا للهوية الإسلامية لهذه الأرض الطيبة وشعبها الكريم. وأشار معاليه إلى أن الجهات الرسمية في البحرين بذلت وتبذل جهودا كبيرة في رعاية دور العبادة إعمارا وتجهيزا وصيانة وترميما. وأضاف معاليه أن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية قد أخذ على عاتقه منذ إنشائه قبل نحو 20 عاما أن يطلع بخدمة الجوامع بالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ومع إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية سواء بالإنشاء أو التجهيز أو الصيانة أو الترخيص. وقد تشرف المجلس حتى الآن ببناء العديد من الجوامع في مناطق مختلفة في البحرين وأسهم في صيانة وتجهيز عدد آخر من الجوامع، مؤكدا معالي أن المجلس ماض بفضل الله تعالى في خدمة الجوامع.